ستبدأ حقبة جديدة لبران وديلان في الموسم الجديد من مسلسل ظهور الدم. في الموسم الجديد سيواجه باران عدوا جديدا، وفي غضون ذلك سينتقم باران من الذين اختطفوا ديلان. نازان بايازي التي تلعب دور والدة ديلان البيولوجية في الموسم الثاني من مسلسل ظهور الدم تستمر في الجلوس على جدول الأعمال مثل القنبلة. قبل أن أبدأ هذا التحليل، لا تنسوا متابعة الصفحة. نازان بايازي كما قلت لكم التي لعبت سابقا دور امرأة سيئة في المسلسل التلفزيوني بشخصية زيرين، بدأت الآن في التحضير لفريق عمل سلسلة ظهور الدم. نازان بايازي التي حققت نجاحا كبيرا في مسلسل التربة والشتلة، عرض عليها كتاب السيناريو ولم ترفض أبدا هذا العرض. بدأت نازان بايازي التي أخذت مكانها لاحقا في الفرقة بمتابعة حسابات إنستغرام الخاصة بممثلي مسلسل ظهور الدم. لن تنتهي نازان بايازي من دورها كامرأة سيئة، وستكون أيضا شخصية ستكشف العديد من الأسرار الخفية في الموسم الثاني. لن تسامح ديلان والدتها البيولوجية أبدا على الشر التي لحقت بها. بغض النظر عما فعله برا وأنقذ ديلان من المرأة السيئة، فهو لن ينهي كراهية النساء السيئة، وسيطارد عائلة كرابي. والأسوأ من أزادي والقوية والغنية بحراسها الشخصيين ستكون والدة ديلان، شخصية لا يمكن التعامل معها. المرأة السيئة التي ستكون والدة ديلان ستلعب باستمرار جميع أنواع الألعاب، وستجعل ديلان وباران ضد بعضهما البعض. لا تنسوا متابعة الصفحة. أراكم في فيديو تحليلي آخر. وداعا.